طيب ما تيجوا نسمع من محمد العدل، المنتج محمد العدل، نسمع وهو بيدافع عن ابو تريكه. بس بيدافع عن ايه؟ تعالوا الاول نشوف الفيديوهات اللي قالها او جزء من اللي قاله الاستاذ عمرو اديب. انا بعذره، يعني انا عمرو بيصعب عليا بصراحه، يعني زي ما قال جمال سلطان كده، هو مش مصدق اللي بيقوله، بس غصب عنه ده المكتوب سكريبت. الاول قال لك ابو تريكه مع معزاش الشهداء الجيش والشرطه، ولو كل الجماهير هنت ابو تريكه الاهلي ما ينفعش يهنيه. عايز اشوف معاكم موضوع معزاش دي، هنشوف الفيديو اللي بيقول فيه ان ابو تريكه معزاش، وهيرد عليه المنتج محمد العدل، مش انا اللي هرد عليه. يعني لو جه ابني وسالني قال لي يا بابا انا النهارده كنت في حفله النادي الاهلي، ايوه، وانت قلت لي ان ابو تريكه ده مدرج على قوائم الارهاب، النهارده قالوا لنا ان ابو تريكه ده بطل، اقول له انا ايه؟ يا جماعه ده راجل عمره ما عزف ظابط مات، ولادنا كلهم اتقتلوا، عمره ما عزف ظابط مات. يعني الانفعال ده مش كويس، ولا عسكري، ده راجل كان بيزور اهالي الارهابيين اللي قتلوا الناس في كنساسه. طيب ده كذاب يا عمرو، انت كذاب وانت عارف انك كذاب، ولو مش مصدقني طب تعالى اسمعك واحد زملكاوي كمان، بس دي يعني دي مش حاجه عيب، يعني بقول لك زملكاوي عشان انت زملكاوي. منتج محمد العدل، وهو بيقول اللي انت بتقوله ده هرتله، انت بتهرتل يا عمور، انت بتهرتل وتطق حنك، انت اتكتب لك سكريبت فعايز تحبكه، فجاي بقى تنفعل علينا وتعمل لنا بصبعك كده وبتاع، ده كلام فاضي طبعا ما بيخلش على الناس. نشوف المنتج محمد العدل كتب ايه، وهو اللي هيرد عليك مش انا. محمد العدل جاب عمل ريتويت او جاب عزاء ابو تريكه في شهداء الوطن ورفعها عنده على صفحته، وكتب عزاء ابو تريكه في شهداء الوطن والذي تنكرونه عليه، او عايز يوصل رساله لعمرو اديب ان انت كذاب يا عمرو، وحاطط كلام ابو تريكه. هو بيقول اصوات تعلو بتكبيرات العيد واصوات اخرى تعلو بنطق الشهاده للقاء ربهم، رحم الله شهداء الوطن في كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري. لو انت اعمى يا عمرو الناس مش عميان. انت بتكتب لك سكريبت وبتاخد 48 مليون علشان تقول الكلام دي، قصتك، بس الناس ملهاش علاقه بالكلام الفاضي ده. طيب محمد العدل لسه جايب تعزيه ابو تريكه لاهالي المنيا، اهو الراجل عمال يقول لك، ودي كمان خالص التعازي لاسر ضحايا الهجوم الارهابي في المنيا، وحافظ الله مصر من كل سوء ومكروه، ده ابو تريكه يا عمرو يا كذاب. المنتج محمد العدل لسه بيساعدنا والله، عامل شغل احسن، يعني مش عايز اقول زي شغل فريق الاعداد كده، اهو بيقول لك الدفاع عن الوطن والارض له تضحياته، فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك، وجنود مصر مثال على ذلك، رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته. ايه تاني؟ ابو تريكه الشهداء بيتكلم، تعالى نروح احنا بقى فريق الاعداد عندنا برضو مش هيسيب بقى العدل يشتغل لوحده، فراحوا جابوا حاجات لابو تريكه وهو بيتكلم عن الشهداء وهو بيعزي. انت يا عمرو جيت في حته صعبه، الناس فاضحاك قوي، وريني لو سمحت. ابو تريكه بقى وهو بيتكلم وبيقول الشهاده في سبيل الوطن خلود في الجنان وفي القلوب والعقول، رحم الله شهداء مصر في مدينه بير العبد واسكنهم فسيح جنات، وحافظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه. ده محمد ابو تريكه يا عمرو، الكذب ملوش رجلين يا عموره. ابو تريكه تاني بيترحم على ضحايا انفجار معهد الاورام، رحم الله ضحايا انفجار معهد الاورام بالمانيال، واكتبهم من الشهداء يا رب العالمين، وبالشفاء للمصابين والجرحى يا رب العالمين، وحافظ الله مصر وشعبها. انت عايز ايه تاني يا عموره؟ عايز ايه تاني يا اخي؟ الكذب ملوش رجلين، وانت كذاب وانت عارف انك كذاب، انت للاسف كذاب وكذبك رخيص. واللي رد عليك محمد العدل ورد عليك حاجات موجوده بقالها سنين على السوشيال ميديا لمحمد ابو تريكه.